كوتش طارق المليح. اليوم جديد، حركات جداد، كنبداو بالتسخينات كما انتم معودين. هذه عاده عاده عندنا اننا كنبداو بالتسخينات، كما ان واحد العاده مهمه وجميله جدا انكم ديروا الحركات يوميا، لان الجسم ديالكم محتاج الحركات. اليوم غنخدموا واحد المنطقه اللي ما كتخدمش بزاف وكيكون فيها الالم بزاف، اللي هي هاد العضلات ديال لي لومبير. هادو اللي هنا ما كيخدموهمش الناس بزاف لحقاش ما كنستعملوش الحركه، وهاد لي لومبير هذوك العضلات ديال الظهر، ديال اسفل الظهر، مهمين جدا لانهم اللي كيعطيوك الاستقامه، الوقوف، انك تكون اليني بزاف موقف مقاد وكل شيء، كتعطيك القوه، وهاد العضلات كيحتاجوا الخدمه. درنا التسخينات، من بعد غادي نجبد بحال هكا، غنجبد بحال هكا، غنسخن سخن التجبيد، غنجي غندير بحال هكا ايديا ولا راسي، غنخدمو في الاول واقفين ومن بعد نخدمو جالسين. غنجي غنتني شويه رجليا، شوف رجليا كنتنيهم، كنهبط كنتني رجلي وكنهبط. انا غنجي جنب باش نبان لكم، شوف كنتني رجلي كنهبط، خصني نحس بلي لومبيغ ديالي كيخدمو. لي لومبيغ هاد العضلات ديال اسفل الظهر هما هادو، خصني اللي نهبط الدقن ديالي تكون قدام وكنحس بهم هما مخدومين، الفخاد ديالي مخدومين، كلشي. كنبقى واحد 5 سكوند، 5 ثواني، 1 2 3 4 5 وكنطلع. جو ريست 1 2 3 4 5 وكنطلع. انا خدمت لي لومبيغ وانا واقف، من بعد لي لومبيغ هاد لي لومبيغ ديالي كيكونوا شادني فيهم لي زوبليك، هاد الجناب ديالي غنخدم الجناب ديالي بحال هكا باش نقوي عضلات الظهر. الحركة الأولى، الحركة الثانية، 30 ثانية و 30 ثانية راحة، ومن بعد غادي ننزل الأرض، غنزل بحال هكذا. شوف فيا أنني ملاقي لي طالون ديالي، طالون والركبة ديالي مهزوزة، وكنطلع كنبقى واحد 3 سكوند وكنزل، كنطلع 1 2 3 كنزل، 1 2 3 كنزل، 1 2 3 وكنزل. هنا كنخدم لي لومبيغ ديالي، غنخدمها واحد المده ديال دقيقه، نرتاح 30 ثانيه، ومن بعد ندير شويه لي زيتيرمون بحال هكذا، نجبد الظهر ديالي، ندخل يدي هنا ونجبد، من بعد نجبد هنا، كنرجع الليونه ديال الظهر ديالي، خص الظهر ديالي يعود ليين، كيتحرك بواحد الليونه باش ما يجيونيش لي بليسيغ، كنحافظ على الصحه ديالي. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، موعدنا في حلقه قادمه ان شاء الله.